مبروك رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وعلى الأمة الإسلامية في مكانه. Papito VS, travaille sérieux pour être balèze. J'barre dans l'RS, si tu fais le malin, y'a les frérots qui blessent. God time, God bless, j'fais mes bails en finesse. Le soir, t'as j'montre le fitness. Agile et qu'un gof et les pecs. Habib bataille, bille et السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه بابي توب في اس. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. الموضوع ديالنا اليوم غيكون على الناس اللي خايفين يفقدوا الكتله العضليه ديالهم في شهر رمضان. انا غنبشركم بواحد البشرة غتفرحكم بزاف، ما كاين لا عضله غتمشي لا والو، واخا ما ترينيش كاع في رمضان، واخا غير تريح تاكل تنعس وتمشي تقضي شغلك. غتقولوا كيفاش هذا؟ واش هذا حماق ولا هبيل ولا ياك؟ المهم اول حاجه واحد النقطه خصكم تركزوا عليها في رمضان هي العباده، عباده الله عز وجل. ركزوا على العباده، عاد نهضروا على العضلات، واش تفقد العضلات واش تفقد الاخر، يعني الجسم ديالك يخسر ولا شي حاجه. سواء الناس اللي جابوا 6 سنين 10 سنين 6 شهور كيتريني، ديك المكتسب العضلي اللي اكتسبتيه ما غاديش يمشي في شهر رمضان. علاش؟ نقول لكم علاش. حنا عندنا واحد الحاجة خلقها لنا الله تعالى هي لا ميموار مسكولير، يعني الذاكرة العضلية. الذاكرة العضلية وخا سمحتي في لونطيرمون وخصوصا في شهر رمضان، لأن في شهر رمضان كنفقدوا بزاف ديال الدهون، وهذا مزيان لينا. خصكم تعرفوا بان الصيام كيطلع الهرمون التستوستيرون، كيطلع جروث هرمون جي اش، هرمون البناء، وكيحرق الدهون، الميتابوليزم ديالنا كيكون خدام مزيان. يعني اي سموم كتكون في الجسم كيطرحها الجسم كيخرجها، الكبده ديالنا كتصفى، الكلوي كيتصفى، وكلشي كيولي مزيان الى صمتي رمضان ديالك على حقه وطريقه. كتنعس بكري وتنوض بكري وتسحر، وداكشي السحور ضروري الخوت، ما كاينش ما كنتسحرش، السحور ضروري. وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك السحور ضروري تسحر. علاش؟ لانه فوائد ديالو كبيره بزاف. اما بالنسبه للبشرة الخوت، هو ان العضله ديالك بعد رمضان غتكبر اكثر، وخا سمحتي في لونطريمون في رمضان، بعد رمضان ان شاء الله باذن الله العضله ديالك غترجع تريني بطبيعه الحال، غتاخذ الماكله ديالك، النظام الغذائي ديالك، المكملات ديالك. غتشوف بان في السيمانه الاولى وفي السيمانه الثانيه ولات عندك العضلات اكثر من قبل، يعني اكثر من قبل شهر رمضان. وهذا الشيء راه مجرب وبزاف ديال الناس كيهضروا عليه ومجربينه. لذلك ما عندكم مناش تخافوا، ما عندكم مناش تخافوا من فقدان العضله. واخا ما تبغيش تريح، خذ انت رمضان كراحه، راحه بيولوجيه بحال اللي كيقولوا. ترينيتي 11 شهر، ريح واحد الشهر، غتلقى الجسم ديالك كيتطور اكثر، الميتابوليزم ديالك كيزيد اكثر، الجروث هرمون كيزيد، كلشي كيزيد في الجسم ديالك. علاش؟ لان ريحتي الجسم ديالك، وفوقاش كتمشي تخدم تريني عاود، ويعني وتعطي الضغط للعضله، كتلقى العضلات ديالك عطات النتيجه اكثر من قبل. علاش؟ لان دائما الجسم ديالك خصك تشوكيه، خليه يرتاح ومن بعد عطيه له الخدمه عاود. الا دائما كتعطي له بطاطا دائما نفس الخدمه لونطريمون، كيجي واحد الوقت الجسم ديالك كيوقف. شحال من المدربين كيقول لك الا لقى الجسم ديالك وقف، اما يبدل لك لونطريمون، يبدل لك التغذيه، يبدل لك الاخر، ولا كيقول لك ريح واحد ثلاثه السيمانات، جوج سيمانات، ثلاثه سيمانات، حتى كيرتاح الجسم ديالك عاود كتبدا تخدم. هذا ما كان الخوت، يعني من عندكم مناش تخافوا، ما نطولش عليكم. شهر مبارك، رمضان سعيد، وكل عام وانتم بخير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.